مساء الخير. رغيف الخبز هو عنوان ورمز للغذاء، فعدم توفره أو ارتفاع سعره هو مؤشر إلى وجود أزمات اجتماعية اقتصادية. أديب، ليه عم يرتفع سعر الخبز؟ رونالد، سنة 2012 صار في جفاف بأمريكا وبروسيا وبأوكرانيا، وصار في توافين بأستراليا. شو دخل جفاف بأمريكا وأستراليا بسعر الخبز بلبنان أديب؟ الخبز بيجي من الطحين، والطحين بيجي من القمح، ولبنان بيستورد 85% من احتياجاته من القمح من برا، وأكثر نسبة بيستوردها من أمريكا وروسيا وأوكرانيا. يعني إذا صار في جفاف أو توافين بهالبلاد، يعني بخف التصدير للقمح، يعني بخف العرض للقمح. وأكيد الطلب عليه عم بيزيد، لأنه الناس اللي عم تاكل الخبز عم بتزيد، وهذا عم بيأثر إلى ارتفاع سعره. طب أديب، ارتفاع سعر القمح هو السبب الوحيد للمشكلة؟ ما إنه السبب الوحيد، يعني القمح ما بيشكل أكثر من 20% من تكاليف الخبز. ما بدنا ننسى ارتفاع تكاليف المحروقات والمازوت وتكاليف اليد العاملة، وأكيد أصحاب الأفران بدهم يحافظوا على أرباحهم. بس الأرباح عم تخف عند الأفران أديب. من هيك الأفران عم تنوع منتوجاتها وعم تعرض منتوجات جديدة، عم تصير مثل السوبر ماركت يعني، وعم تتجه مثلا أكثر وأكثر نحو البيو. ولازم نعرف أنه الحكومة عم تدعم أسعار القمح اللي عم يستوردوه المطاحن، وحتى الحكومة بشكل مباشر عم تستورد قمح بأسعار مدعومة، بس هذا ما عم بيمنع ارتفاع أسعار الربطة بشكل غير مباشر. ولازم نعرف أنه سعر الربطة 1500 ليرة، بعد ما كان وزنها 1500 جرام صار وزنها 1120 جرام وحاليا 1000 جرام. مشكلة. أهم شيء لازم ينوضع حد للتلاعب بالأسعار، وأهم شيء لازم ينوضع سياسة جديدة للاستثمار بالزراعة. وإلا بيصير في ثورة، لأنه الشعب بده ياكل خبز، ما بده ياكل بسكوي. بنشوفكم بحلقة جديدة، ما تنسوا من التنين الجمعة، تابعونا.